هل عملية يلجأ إليها مع تدصق مع تأثر العصب الحركي تحديدا؟ معلش حضرتك اللي أنا فهمت حضرتك إنه في جهازين للعصب، في عصب حسي وعصب حركي. تمام العصب الحسي اللي هو التنميل والوخز واللسعان والحرقان مش كده، والكهرباء والحاجات دي كلها لسع. العصب الحركي إن الوظيفة تتأثر بقى، الإيد الرجل ما يعرفش يمشي. تمام هل التدخل الجراحي كأساتذة بتلجأ إليه مع تأثر العصب الحركي؟ أيا منهم أيا منهم أو العصب الحسي أه برضه؟ أيا منهم أيا يا ده منهم وده. لأن الأسهل الاثنين في عصب واحد، اثنين في سلك واحد، يعني الاثنين هم بيبقى مش الجذر منفصلين؟ العصبي هما هو في خط رايح وخط جاي، يعني خط رايح وخط جاي، والجذر العصبي بيحمل الاثنين، الخط اللي رايح والخط اللي جاي، فلو حصل عليه ضغط الضغط ده ممكن يضغط الاثنين، ممكن يأثر على الإحساس الأول فيدي أعراض الألم ايوه. ويأثر على الحركة في الآخر على هيئة الضعف، لكن كلا السببين ممكن يخلينا نعمل التدخل بتاعنا أو التوسيع، ده بيدي إزعاج وده بيدي أذية، يعني الحركة لو فقدت هتبقى أذية يعني ببساطة يعني، طبعا ولو العصب الحسي متأثر وعامل ألم في الأول بيعمل إثارة وبالتالي بيعمل ألم، لكن بعد كده ممكن الألم ده نفسه أو التوصيل ده نفسه يفقد، فالمريض يقول لك أنا منمل أو مش حاسس بالحاجة دي. فالغضروف اللي بقى او الاعراض اللي بقى فيها ضعف وما فيهاش الم دي برضه نقلق منها، لان احنا هنا معناها ان احنا فقدنا علامات الانذار او الالم، الالم ده وسيله انذار، طبعا. فاحنا مش عاوزين نوصل للمرحله دي، لكن احنا بنحاول بس ان احنا نقول يعني رساله توصل ان في اعراض خطوره احنا مش عاوزين نوصل لها، لكن في احسنت. اعراض قبلها الاعراض ديت متفاوته، المريض مش بيحصل معاه، وخاصة يعني لو الموضوع مش جاي نتيجة إصابة، يعني مش وقع أو اتخبط أو حادثة سيارة لا قدر الله، الموضوع جاي وهو يعني في الحياة اليومية مع مرور الوقت مع السن مع شيلة مثلا مش مظبوطة بدأ يحس إن في أعراض، هو عنده يعني الموضوع ماشي بالراحة، غضروف ممكن يكون سريع شوية في أعراضه، ضيق القناة العصبية بطيء شوية في أعراضه، لكن هو عنده علامات إنذار وعنده في شوية حاجات هو بياخد باله منها، فيقدر إن هو يعني يبقى عنده خيارين، ان هو يمشي علاج تحفظي يحافظ على نفسه، او لو الامور مش مريحاه ممكن يفكر في الجراحه.